بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع كتاب من أمتع الكتب التي تركها لنا سلفنا الصالح، مع كتاب الحكم العطائية، ألفه ابن عطاء الله السكندري، وابن عطاء انتقل إلى جوار ربه في سنة 709 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التحية. دفن رحمه الله تعالى في سفح المقطم بالقاهرة، وقبره معروف إلى الآن يزار، وعليه من الأنوار ما الله به عليم. كان ابن عطاء الله السكندري قد تتلمذ على السيد المرسي أبي العباس وهو مدفون بالأسكندرية، مزاره معروف إلى الآن. والمرسي أبو العباس هو أحد تلامذة أبي الحسن الشاذلي رحم الله الجميع. وأبو الحسن مات أثناء توجهه إلى الحج، فدفن في صحراء عذاب في مكان يسمى بحميثرة قريب من ساحل البحر الأحمر، وهو في مقابلة محافظة قنا بصعيد مصر. ابن عطاء الله السكندري ألف كتبا كثيرة، ولكن من أهم ما ترك لنا ما يسمى بالحكم العطائية. والحكم العطائية مجموعة من النصائح ومن الجمل التي لخص فيها ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى تجربته السلوكية في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك ففيها نوع من أنواع الأخلاق العالية الراقية الفائقة التي تخلص القلب من شوائبه، فيها نوع من أعمال القلوب، فيها نوع من أنواع الإخلاص، فيها نوع من أنواع التطهير، فيها نوع من أنواع الرقي بالأخلاق. كثير من الناس في عصرنا الحاضر يحتاج إلى معرفة هذا الجانب الروحي في الإنسان، وكيف يصل إليه، وكيف يكون سالكا في طريق الله سبحانه وتعالى. كثير منا يقرأ القرآن ولكنه لا يجد لذة هذه القراءة في قلبه، لا تهزه هزة، ويسأل عن سبب ذلك. وسبب ذلك هو أنه لم يدخل في نطاق تصفية القلب حتى يصبح ذلك القلب قادرا على التفاعل والتعامل، وقابلا لأن يقشعر من ذكر الله ومن تلاوة القرآن. الحكم العطائية رسم للطريق، السالكين لطريق السالكين إلى الله. الحكم العطائية 264 حكمة، نحاول في لقاءاتنا اليومية أن نتكلم عن حكمة واحدة، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يعيننا أن نفسر هذه الحكم وأن نبين كيف هي وكيف نحولها إلى برنامج يومي نعيش فيه. أهل هذا الفن، فن الرقائق، دائما يقولون طريقنا مقيد بالكتاب والسنة، ويقولون إن أي شيء يرد إلينا وأي فتح يحدث لنا وأي معنى يخطر في أذهاننا فإننا